أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة ستواصل الوفاء بوعودها في إنجاز متطلبات التنمية. جاء ذلك خلال تفقد الرئيس السيسي لجامعة المنصورة الجديدة. ده برنامج الدولة كانت عايزة تعمله من سنين طويلة يا دكتور مصطفى، بدليل الدليل إيه؟ إن كان في خطة للصرف الصحي للقرى في مصر. وهنا يهمني أقول لكم على حاجة، مش الفكرة فكرة إن إحنا بنعمل، الفكرة إن إحنا بنقول هو ده بيتعمل ليه، ما اتعملش قبل كده وبيتعمل دلوقتي إزاي. قبل كده كانت الحكومة، أتصور لما أنا توليت دكتور مصطفى كان 18% اللي كان خلصان في الصرف الصحي 11. فده معناه إيه؟ كانت الدولة بتخش تحاول تعمل، لكن بيقابلها تحديين. استقرار المسار، استقرار المسار يعني إيه؟ إن هي تقدر تحط خطة والخطة دي لما تيجي تنفذها تنجح. طب ما كانتش بتقدر تكمل فيها ليه؟ لأن أولاً في تكلفة مش مستقرة، يعني تكلفة الإنشاء بتاع، لو أنا حطيت خطة لموضوع لمدة سنة أو اتنين أو تلاتة، التكلفة بتاعت أول سنة غير تاني سنة غير تالت سنة، ده الواقع اللي كان موجود. اتنين، إن حجم التمويل المطلوب كان ضخم جدا، حجم التمويل كان ضخم جدا.